السلام عليكم مشاهدي الكرام، ونتمنى انكم تكونوا بالف الف خير ان شاء الله. ومرحبا بكم مرة اخرى في القناة ديالي، قناة وصفات نادية للطبخ. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة مغربية اصيلية 100%، الا وهي المفروق او المسمن. الوصفة ديالي وصفة اليوم هي مفروقة مرقة بلوز قطب في الفران ومسقية بالعسل. أحبائي بلا ما نطول عليكم، أجيو معايا لتحضير الوصفة ومع المقادير. على بركة الله عندي هنايا 250 غرام فارينة، سميدة رقيقة 250 غرام، خمارة الحلوة، قليل من الخمارة الحلوة في معلقة صغيرة مسوحة بحال هذا الشكل هذا، الحليب، نص سترو، حوالي سترو ديال الحليب، الزيت، الزبدة، العسل، اللوز يكون مهرمش على هذا الشكل هذا، اللوز اخضر مهرمش على هذا الشكل هذا، والملحة، وقليل من الكركم اللي باش نعطي اللون بالنسبة للحليب للعجين. ودابا الى طريقة التحضير. بالنسبة لي انا غادي نستعمل العجلة الكهربائية اللي رابح بعض الوقت، او لا ممكن نعجنوه عادي. دابا بعد ما كورت العجين على هذا الشكل هذا، كتكون على هذا الشكل هذا العجينه كوره بشكل ماشي متساوي، كتكون عندنا وحده صغيره واللي موراها كبير كبر شي شويه، واللي من موراها اكبر شويه، واللي من موراها حتى تكون اخر وحده هي اللي كتكون اكبر حجم، لان فاش غنبداو نغرسو غادي نبداو بالاصغر حجم وكنبداو نحطو وحده فوق وحده.
اخيرا بعد ما تسليت بالدغراس ديال المفروقه والتوراق ورقتها وحطيتها في الدوام، ودابا غادي ندخلها للفران. بالنسبه لمده الطهي ندخلها للفران وكي تحسوا بها انها طابت من فوق ومن تحت تخرجوها. واخيرا بعد ما طابت المفروقه عسلتها وزينتها باللوز مرشوش على الوجه، وقطعتها على هذا الشكل مربعات صغيره متوسطه الحجم، وقدمتها في طبق التقديم. وكنتمنى انها تعجبكم وتروقكم وتحضروها في بيوتكم. ما بقى لي الا انني نشكركم على التشجيعات ديالكم. واحبائي المشاهدين، ما تنساوش تشجعوني وتابوناو في لاشين ديالي مع تفعيل الجرس، و بصحة وراحة، وإلى وصفة أخرى جديدة إن شاء الله.